دعني أقول بكم بصراحة المعهودة، نحن عندنا حزب المؤسسات، كنا دائما في عهد الأخ عبد الله بن كنان نرجع إلى المؤسسات مهما كانت الظروف قاسية، يعني وقد مرينا بظرف قاسي هو ديال 20 فبراير وكان هناك اختلاف كبير، ورجعنا إلى مؤسساتنا التي تحسم في الخلاف، لأن نحن تجمع بشري والتجمع البشري ممكن أن تكون فيه اختلافات في 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 الاجتهادات، اختلافات في في, في القرارات، لكن نرجع دائما إلى المؤسسات، والمؤسسات الآن تشتغل، يمكن الرجوع إليها، الأمانة العامة مفتوحة لمن يريد أن يحاورها، المجلس الوطني يمكن أن يقوم بدوره، أعتقد هذا الذي تربينا عليه وهذا هو المنهج، ثم أيضا تربينا على حرية التعبير، فلذلك هناك معادلة كبيرة في حزب العدالة والتنمية أننا نضمن حرية التعبير إلى أبعد الحدود، لكن في إطار ما تعرفنا عليه، في إطار ما تربينا عليه، في إطار ما كنا عليه في كل فترات العمل ديال سواء تحت قيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب أو تحت قيادة الدكتور سعد الدين العثماني أو تحت قيادة الأستاذ عبد الله بن كيران أو الآن تحت قيادة الدكتور سعد الدين العثماني، عندنا أعراف، عندنا يعني قيم ديال الاشتغال، عندنا تجارب اشتغلنا في إطارها، ماشي أول مرة نختلف، اختلفنا لما كنا في البرلمان في قضية الرميد، اختلفنا لما يعني حول مواضيع متعددة يعني سابقا، عدة اختلافات ومنها الاختلاف كما قلت في 20 فبراير، وسنستمر نختلف إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها إلى بقى هذا الحزب، لأن هذه طبيعة التجمعات البشرية، ولكن كيف نضبطها؟ أن نسمح بحرية التعبير كما قلت في إطار الأعراف والتقاليد والقيم اللي كاينه في حزب العدالة والتنمية، ولكن أيضا أن نرجع إلى مؤسساتنا، لأنه إذا ضعفت المؤسسات ستضعف أمام مع الدكتور سعد الدين العثماني وتضعف مع غيره، لذلك قوة المؤسسات هو من قوة الحزب وهي من قوة الأشخاص، ولذلك أتمنى أن يكون ذلك التعبير يعني عابر، يعني وأن نرجع إلى ما اشتغلنا عليه وما نشتغل عليه دائما. الأمانة العامة تتخذ قرارات وفق الصلاحية التي تعطى لها من خلال القانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب، ممكن للذين يرفضون قرارات الأمانة العامة إذا توفرت لهم شروط أن يدعون إلى مجلس وطني، وهذا ليس عيب، هذه من قوة الأحزاب السياسية، من قوة المنظمات السياسية، وأتمنى أيضا أن تكون تصريحات في الاتجاه الذي يخدم وحدة الحزب ويخدم القضايا المصيرية بالنسبة لحزبنا. الموضوع ديال التعليم مرة من مراحل متعددة، يعني التناوب اللغوي مسطر عليه في الرؤية الاستراتيجية التي أعدت في فترة الحكومة السابقة، القانون الإطار أقر التناوب اللغوي في الفترة السابقة، في البرنامج الانتخابي ديالنا عندنا التناوب اللغوي، لكن كان دائما يتحدث عن المجزوءات في بعض المواد خاصة المواد العلمية، وقع خلاف هل مجزوءات أو مواد بكاملها، الحزب عبر عن رأيه، رفض المادة 2 والمادة 3، لكن بيك منطقي أنه يسير الأغلبية، لذلك كان الامتناع، وهذا هو حزب العدالة والتنمية، يعني يلتزم بالقرارات ويؤمن بالتوافق ويقدر كيف تنزل القوانين، ولا سيما هذا القانون ماشي من إنجاز فقط وزير وعرضه على الحكومة أو من إنجاز مجموعة وزارات، هذا قانون فيه مسطرة من الأعلى إلى أن تصل إلى البرلمان، وهذا التقدير كان دائما من حزب العدالة والتنمية.